خير يا جماعه وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجه، مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجه على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجه، انا بس كنت بتاكد ان بتقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكولي بتعالوا، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم رحيم، ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم؟ احنا هنرجع نشتغل. شغل ايه؟ شغلنا، هنرجع المركب. بقول لك عمنا، ادينا 4 شاي في الخمسينة كده، وزود فيهم واحد سكر. سيد مزود الرجاله قوي اللي بيحرسوا المركب. طالما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم. واحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. ايوه بس احنا هنسيطر على الليله دي ازاي؟ انا مجهز خطه. خطه ايه يا رحيم؟ احنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟ مكانك يا غالي، على ليك شو يا رحيم. مبروك يا رحيم بيه. مبروك على سيد حياته وراحت باله. انت بتقول كده ليه يا رحيم؟ مهما كان المال مالك. طول عمرك حقان يا ابو نسب. كده عود القصر والمركب تمام. امال؟ يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. انت قاعد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يا ابا يلا. حاضر ما تقوم. حاضر حيل. حلمي روح قول للناس في المايك ان النهارده فري احتفالا بافتتاح المكان. تمام. هلا شاف. اه. عايزك تعدي كده وسط الزباين. احسسهم انك صاحب المكان، فاهمني؟ اه اعتبره حصل. تعالى هنا، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه عجبك؟ عجبني ايه وبتاع ايه؟ انت جاي تفتتح محل فطاطري؟ قول يلا. معلش دقيقة واحدة بس. يا دقيقة واحدة. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. النهاردة بمناسبة افتتاح المكان هنا، رحيم بيه صاحب المكان ده، عمر
ان كل طلباتكم النهاردة هتبقى فري. هذا نايس تايم. وانت يا سامي ليه ما حاولتش تعطل رحيم في حوار سيد والشهر العقاري؟ عشان كل مرة كان بيطب عليا زي القضاء المستعجل، ما كنتش بلحق اتصرف. سامي ما تصلش عليا، انت عارف امتى تسلم لفلان وامتى تعطل له مراكبه السير. ما هي ما كانتش هتخش عليه، وانا قلت لكم قبل كده كذا مرة الحقوه قبل ما يكبر، او ارجعوا بقى بالزمن 7 سنين لورا. زمن ما بيرجعش لورا يا سامي. مين اللي قال كده؟ ده حتى بيقولوا الزمن بيلف يلف يلف ويدور ويرجع تاني لنفس النقطة اللي كان فيها. وبعدين عايز أقول لك على حاجة أخوية، ما تشتغل مراحيم تاني، مكتب له المصنع أحسن بالمرة. لا، إن جبت الحق المصنع طول عمره بتاعك، لكن المركب بتاعت رحيم مش بتاعت سيد. ورحيم راجل حقاني، ما ياكلش حق حد، لا من معارفه ولا اللي مش من معارفه. بسم الله ما شاء الله. قمر وانت عامل خطبه كده وعمال تجمل لي في محاسن العريس. اقول لك على نصيحه اخويه، حط ايدك في ايد رحيم. يا سامي، اللي بيني وبين رحيم مش مجرد فلوس ومصالح بس. قصدك داليا؟ ما هي طول عمرها موجوده، وانتوا طول عمركم بينكم وبين بعض عيش وملح ومصالح وفلوس. نصيحة أخوية رقم 2، ما تخليش الستات يدخلوا في البزنس، بيخسروه على طول. وبعدين يا أخي، ما تخلي داليا هي اللي تختار، لا أنت هتتجوزها غصب عنها ولا رحيم ينفع يتجوزها إلا برضاها. أهي خلصانة هي لوحدها. سامي، انت وانت صغير ما كنتش بتروح المكتبه تستعير كتب؟ اه طبعا، كنت بقرا ميكي جيب. اصل طول عمري ماليش تقل على القرايه. انا بقى الكتاب اللي كنت استعيره بعد ما اقراه كنت بقطعه. عارف ليه؟ عشان ما حدش غيري يقراه يا سامي، فاهم؟ عشان كده ما كنتش بحب القرايه، بتجيب مشاكل. اتأخرت ليه يا باشا؟ ما تقلقش، مش هنطول. أعمل إيه بقى باللي أنت بتقوله لي ده؟ وما عنديش غيره يا باشا، وكان ممكن أقوله لك في التليفون، وكان هيبقى أأمن وأحسن. ما أنت اللي مختفي يا حلمي المين دول، مش معبرني خالص. يا باشا، رحيم لازق لي في كل حتة، مش عارف أخلع منه، ما بيفرقنيش لحظة واحدة. يعني لما تيجي تخش الحمام رحيم بيخش معاك؟ ولا سوري يعني بينام بينك انت ومراتك؟ مقبوله منك برضه يا باشا، بس تعرف يا باشا مراتي برضه سبب. اصل مراتي دي بقى ودنها بتجيب دبه النمله، ما بعرفش اتكلم قصادها لحسن تفتكرني بكلم ستات، وانت عارف بقى غيره النسوان. اظبط نفسك يا حلمي، ما تنساش انا جبتك منين.
فاكر رحيم السيوفي؟ هيخرج من السجن. تعرف ايه عن اللي اسمه عزت؟ ايوه، مين عزت ده يا باشا؟ ما تظبط بقى حلمي، في ايه؟ يا باشا انا ما بكدبش عليك، ده حتى رحيم استغرب قوي لما عرف ان امينه قدرت توصل للي اسمه عزت ده. يعني انت ما تعرفوش حلمي؟ ما تبطل صياعه بقى يا باشا. اسمعني بس وافهم اللي انا هقوله لك. بقول لك رحيم استغرب لما عرف ان امينه قدرت توصل للي اسمه عزت ده. ده انا صاحبه وشقيقه، ما اعرفش مين عزت ده. يعني انت ما تعرفوش؟ وحياه بنتي ما اعرفه. خلاص تقب وتغطس وتجيبهولي. هحاول يا باشا. هو ايه ده اللي تحاول؟ ده امر يعني تنفذ. هو رحيم ده عاجل يا باشا، اضحك عليه بحته الشوكولاته؟ ده رحيم يا باشا، وبعدين ما ينفعش يشك فيا. اتصرف. حاضر يا باشا. برافو شاطر.